السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون استقرار ليبيا، والذي يهدف إلى الحد من التدخلات الأجنبية في ليبيا، ويتضمن فرض عقوبات على من يستعين بالمرتزقة وعلى المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. كما يدعو القانون الولايات المتحدة لدعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وإجراء الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتحسين الإدارة المالية في ليبيا، وتحديدا ما يتعلق بالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. ويأتي إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب الأمريكي في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا جمودا فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب، وضبابية حول إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، رغم تأكيد مختلف الأطراف المحلية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إجرائها في موعدها. ونتساءل في هذه التغطية حول أهمية قانون استقرار ليبيا الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، والسياق الذي يأتي فيه، ومدى تأثيره في حلحلة ملفات الأزمة الليبية. ولكن نتابع أولا هذا التقرير. في خضم التغيرات الطارئة على المشهد الليبي، أقر مجلس النواب الأمريكي الكونغرس قانون دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الدبلوماسي للولايات المتحدة والإسهام في تهيئة الوضع السياسي في ليبيا بدعم انتخابات ديسمبر ومعاقبة الأطراف المحرضة على إشعال فتيل الصراع في ليبيا. ولاقى هذا القانون ترحيبا من جهات دولية، كان من ضمنها منظمة العفو الدولية التي قالت إن القرار يأتي بعد معاناة عاشها الليبيون على مدى سنوات جراء وطأة الصراع المسلح وانعدام الأمن وكثرة الانتهاكات، واصفة قرار الكونغرس في هذا التوقيت بالحاسم لدعم الحقوق في ليبيا. من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة عن ترحيبه بهذا القرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا حسب وصفه. ويأتي هذا القرار بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أيام عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لضم أصوات دولية لدعم الاستقرار في البلاد، منوها على مواجهة عديد من التحديات التي من شأنها أن تهدم المشروع الانتخابي في ديسمبر. وتعليقا على قرار الكونغرس، يقول مراقبون إن هذا القانون قد لا يجدي نفعا في ظل حالة عدم التوافق وتجذر الخلاف الذي قد يؤدي إلى عدم اعتراف الأطراف بالنتائج، زيادة على ذلك رغبة بعض الأجسام السياسية في استثمار الأزمة للبقاء في السلطة لأمد غير محدد. وفي ذات الصدد، تساؤلات عديدة تثار حول قدرة الإدارة الأمريكية على الالتزام بالجانب الأمني والعسكري من هذا القانون، والتي قالت في اجتماعها باللجنة العسكرية 5+5 في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء إنها تسعى إلى تنفيذ اتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في هذه التغطية لهذه الليلة. معي عبر سكايب من بوسطن الأستاذ عماد الدين المنتصر، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا معي عبر سكايب من إسطنبول سيد صلاح البكوش المحلل السياسي، ومعي عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، ولعلي أبدأ معك أستاذ عماد الدين المنتصر من بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، لأسألك في البداية حول مضمون هذا القانون، قانون استقرار ليبيا الذي أقره مجلس النواب الأمريكي. مرحبا بك وبالسادة الضيوف وبكل المشاهدين. مشروع قانون استقرار ليبيا يتناول عدة محاور. أول هذه المحاور هو الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل ملاحقة
أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي والقانون الأمريكي، وفيه وكذلك المعرقلين للعملية السياسية، ففيه بند ينطوي تحت موضوع الملاحقة لهؤلاء المجرمين أو المعرقلين. هناك كذلك بند يهتم بملاحقة الشركات والدول التي تنتهك القانون الدولي وتوصيات مجلس الأمن، شركات خاصة، دول، كل هذه الجهات التي تدخلت في الشأن الليبي وكانت جزء من هذا الصراع أو طرف في هذا الصراع يضع لها هذا القانون أمور تتوجب أو توجب على الحكومة الأمريكية أن تلاحقها وتتعامل معها. كذلك هناك محور وهو دعم المسار الديمقراطي عن طريق دعم المؤسسات المجتمع المدني، تسخير ميزانية لدعم الانتخابات وغيرها من مستحقات العمل الديمقراطي في ليبيا. فهو مشروع متكامل ويجعل أمريكا الآن جزء من عملية إعادة الاستقرار والتمهيد لمرحلة أفضل، بدلا كما كنا نلاحظ في السابق مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كانت متذبذبة، تتراوح ما بين العزوف التام، ما بين أحيانا تقديم دعم معنوي لخليفة حفتر كما كان مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أو تركيز على فقط قيام الانتخابات وبدون محاولة تحقيق ضمانات لحرية ونزاهة هذه الانتخابات ومتابعة وملاحقة المعرقلين. فهذا القانون بالإضافة، ويجب أن لا ننسى أن هناك قوانين أخرى صدرت الأسبوع الماضي مكملة لهذا القانون، قانون ملاحقة المواطنين الأمريكيين الذين قاموا بانتهاك القانون في ليبيا، ويفرض هذا القانون على وزارة العدل أن تقدم تقرير لمجلس النواب بالخصوص، وكذلك قانون ملاحقة الشركات الخاصة التي تنتهك القانون، سواء الشركات التي تمد الميليشيات في ليبيا بالمرتزقة أو بأعمال أخرى فيها انتهاك للقانون. فعندنا الآن حزمة من القوانين، منها من هو داخل قانون استقرار ليبيا، دعم استقرار ليبيا، وقوانين أخرى ألحقت بقانون ميزانية الدفاع. هذه الحزمة أعتقد ستدفع بالوضع الليبي إلى الأمام وبطريقة أفضل، وكذلك تلزم الحكومة الأمريكية أن تكون مشاركتها في إعادة الاستقرار لليبيا مشاركة منضبطة على أسس لا تعتمد فقط على لوبيات الضغط التي تتحكم فيها الإمارات ومصر والسعودية، أو على هوى بعض اليمينيين المتطرفين في واشنطن، تحاول أن تعيد السياسة لترتكز إلى حد ما إلى ترتكز على مبادئ نتوافق فيها من حيث دعم المسار الديمقراطي. نعم. وملاحقة المخربين والمجرمين. نعم أستاذ عماد. سيد صلاح البكوش، كيف تنظر إلى السياق الذي جاء فيه إقرار هذا القانون، وما هي الأهمية التي ينضوي عليها، وهل يعكس فعلا يعني توجها أمريكيا جديدا لتفعيل دورها أكثر الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا؟ أعتقد أننا نستطيع أن نقرأ ذلك من نص المشروع، حيث يقول في الجزء الأول، أعتقد الجزء الثاني منه، أن هذا المشروع مبني على أساس أن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها يشكلان أهمية حرجة لأمن الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى هذا الأساس اتخذ مجلس النواب هذه الخطوة بناء على ما قرره أو ما يعتقد أنه
مهم وحرج للسياسة الأمريكية ولأمن الولايات المتحدة الأمريكية. فلهذا هذا المشروع يعتبر مهم وليس مشروع يتعامل مع قضية جانبية لا تهتم بها الولايات المتحدة كثيرا. ففي تصوري أن هذه خطوة مهمة تزيد من الضغط على أي إدارة أمريكية، إدارة بايدن أو من يأتي بعدها، لكي يتعامل مع القضية الليبية بأكثر جدية، وتفرض على الحكومات أو الإدارات إدارة بايدن أو الإدارات القادمة اتخاذ خطوات بشأن ما يحدث في ليبيا، وليس ترك الأمر وكأن شيء لم يحدث كما حدث في مع ترامب الذي في الواقع شجع حفتر في هجومه على طرابلس. لكن أستاذ صلاح البكوش، لماذا تعتقد يعني الاهتمام، هذا الاهتمام المتزايد الآن يعني في هذا التوقيت؟ إذا كانت ليبيا تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا كان موقفها كما وصفه عماد المنتصر متذبذبا في السابق، والآن تبدي مزيدا من الاهتمام بالأزمة الليبية؟ والجزء من هذا الاهتمام هو في الاختلاف الأيديولوجي بين إدارة ترامب وإدارة بايدن. إدارة ترامب لم تكن تتعامل مع روسيا كخصم أو كعدو استراتيجي أو منافس استراتيجي كما تتعامل الآن إدارة بايدن مع روسيا. في الواقع الكونغرس، أنت لاحظت أن على سبيل المثال أن الذين صوتوا لهذا المشروع في مجلس النواب ليسوا ديمقراطيين فقط، بل ديمقراطيين وجمهوريين. الذين تبنوا وقدموا هذا المشروع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، مما يمثل أعتقد اهتمامهم بالوضع الليبي ينبع من قلقهم من التحركات التي يقوم بها بوتين في أفريقيا وفي دول أخرى. وهذا القلق قلق تاريخي من هذه الأطراف، يشترك فيه النواب الديمقراطيين والجمهوريين. ولهذا رأينا أن المشروع مر عبر مجلس النواب الآن، وننتظر عبوره مجلس الشيوخ ليذهب إلى الرئيس ليوقعه بكل تأكيد. نعم. عقيد عادل عبد الكافي، كخبير عسكري واستراتيجي، كيف تنظر إلى أهمية هذا القانون الذي نص في بنوده على فرض عقوبات على مستجلبي المرتزقة، وكما قال السيد عماد الدين المنتصر ملاحقة الشركات يعني والدول المتورطة في ليبيا ربما بشكل سلبي؟ تحية طيبة لك سيد عبد الرحمن وكذلك لضيوف الكرام. بداية الحقيقة لا يسعنا إلا أن نوجه التحية للجهد والعمل الحثيث لمنظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيد المنتصر على طيلة 4 سنوات في 300 صفحة موثقة بالأدلة لجرائم الحرب، ونجحت حقيقة هذه المنظمة باستصدار هذا القانون من مجلس النواب الأمريكي، وهو ملزم يعني. وطبعا هذا القانون يحمل فتياتي كما ذكر ضيوفك، ولا يفتى ومالك في المدينة. ولكن نسلط الضوء سريعا على بعض بنود هذا القانون، وهي ما تعنينا من الناحية العسكرية داخل الأراضي الليبية كفرض عقوبات مثل ما ذكرت حضرتك ضد المخالفين. طبعا يطرح القانون عقوبات كتجميد أرصدة وممتلكات ومنع السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل طبعا أن خليفة حفتر وأبنائه منهم من يحمل الجنسية الأمريكية وعلى رأسهم خليفة حفتر. طبعا كذلك حظر السلاح، وهذه نقطة هامة جدا يعني، ودعم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن حظر السلاح على ليبيا الذي ظلت يعني عدة أطراف إقليمية ودولية وأطراف أيضا محلية على رأسهم خليفة حفتر وعقيلة صالح
في جلب المرتزقة والأسلحة وقتال الليبيين، وإلى أن تراجع عقيلة صالح وقال كما يقولوا هذا خطأ كبير الهجوم على طرابلس. وخليفة حفتر الآن ينحني أمام هذه الصفعات، منها هزيمته على أسوار العاصمة طرابلس وهزيمة مرتزقته من الفاغنر وجنجويد والتشاديين وتدمير آليات العسكرية وانسحاب مهزوم إلى وتمركزه في المنطقة الوسطى، وهذا بناء على الاتفاقية كما ذكرنا سابقا وضحا ما بين تركيا وروسيا. طبعا هذا القانون بالتأكيد له أهمية وخطوة يعني مهمة جدا في دعم الاستقرار في ليبيا، خاصة أن ملف المرتزقة وهو الذي يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، أصبح هناك تهديد مصالح لهذه الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من قبل روسيا التي أصبحت تنفذ استراتيجيتها عبر الأراضي الليبية، أصبحت تستخدم الأراضي الليبية كغرفة عمليات وانطلاق لعملياتها العسكرية في دعم المرتزقة التشاديين وكذلك المعارضة التشادية عندما قاموا بالهجوم على نجمينة وقتل إدريس دبي، كذلك دعم مجموعات مسلحة في مالي، وأصبح هنالك حتى تواجد لعناصر فاغنر، ناهيك عن تمديد اتفاقيتهم مع السودان وإبرام اتفاقية أخرى مع أثيوبيا. أصبح هنالك تغلغل كبير لروسيا في أفريقيا، وروسيا عادة عندما تتغلغل أو تعقد اتفاقيات تكون بشكل عدائي مسلح، أي استخدام الأسلحة وترسانتها التي لديها في إثارة الصراعات وليس الاتجاه إلى الإعمار. عموما ما يعنينا في هذا الأمر تضارب المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بشأن المصالح وأيضا المستعمرات الفرنسية في أفريقيا، فأصبحت هذه الدول الآن تسعى إلى إعلان الحرب السياسية، وهذا ما أشرنا إليه منذ فترة أن هنالك حرب سياسية ستقودها الدول الأوروبية كذلك بدعم أو نقول برئاسة حليفهم الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على روسيا وتحجيم دورها في البؤر التي تعد لها أهمية استراتيجية لها كذلك. نعم، لكن بحسب هذا القانون عقيد عادل عبد الكافي، نعم بحسب هذا القانون هذا الأمر أتمنى نعم بحسب هذا القانون، هل يقتصر الضغط فقط على الجهود الدبلوماسية والعقوبات ربما الاقتصادية، أم أن هناك أدوات أخرى يتيح هذا القانون في التعامل مع الملفات العسكرية وخاصة تواجد المرتزقة الأجانب في ليبيا؟ يذكر هذا القانون من ضمن بنوده أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضع خطة لمكافحة التدخل الروسي في ليبيا وكذلك التدخلات التي تهدد الاستقرار يعني من كل الجهات، فلذلك نحن نرى أن هنالك خطوات ستتبع فرض العقوبات كتجميد أرصدة منع من السفر، سيكون هنالك خطوات للولايات المتحدة الأمريكية ومؤثرة حقيقة، وأتصور يعني الكل يعني شاهد مواقف بعض الدول الإقليمية التي بدأت تغير من مواقعها في دعم خليفة حفتر والاتجاه إلى العاصمة طرابلس وإعادة العلاقات وترطيب الأجواء ما بينها وما بين طرابلس. نعم. فلذلك يعني سأعود إليك عقيد عادل عبد الكافي. نعم. تغيير الواجهة الأمريكية. ابقى معي رجاء. نعم. إذا ما تحولت إلى سيد عماد الدين المنتصر، سيد عماد الدين يعني هذا القانون ربما لم يصبح نافذا حتى هذه اللحظة، وأشار السيد صلاح البكوش إلى أننا ننتظر مصادقة مجلس الشيوخ أيضا أو تصويت عليه بالموافقة، وربما أيضا ننتظر مصادقة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القانون. هذا القانون مر بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، يعني فوق 380 صوتا تقريبا، هل تعتقد بأنه سيمر أيضا في مجلس الشيوخ أم أنه ربما هناك عقبات وعوائق أمام التصويت عليه؟ صحيح، أمام هذا القانون خطوة التصديق مجلس الشيوخ ثم التوقيع من قبل الرئيس، وهذا ينطبق كذلك على القوانين التي ألحقت ب مشروع ميزانية الدفاع، هذا هو التسلسل الطبيعي. يمر أو الآن يتجه هذا القانون للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وهناك يتم التشاور وتكون فرصة
لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين فعلا بهذه الجوانب من السياسة الخارجية بموضوع ليبيا، وكذلك لأن هذه طريقة عمل السياسة في واشنطن، ستكون فرصة لبعض الشخصيات التي قد تكون عندها وجهة نظر مختلفة أو عندها ارتباطات أو تحت النفوذ اللوبي الموجود في واشنطن، لوبي الإمارات، لوبي مصر، لوبي السعودية، لوبيات أخرى، قد تحاول أن تحدث تعديلات معينة على هذا القانون وتخفف من وطأة وقوعه على أو تأثيره على مصالحهم. هذه كلها احتمالات موجودة، وهذه طبيعة السياسة في واشنطن، هناك أخذ ورد وكل له أن يدلي بدلوه. لكن الذي تغير الآن حقيقة، وأحد الأشياء المهمة التي تغيرت بالإضافة إلى وجود حكومة متعاطفة إلى حد ما بهذه المبادئ التي ننادي بها، ولكن أصبح هناك فهم أكبر لخطورة الوضع في ليبيا على الأمن القومي الأمريكي. ونحن حقيقة منذ أبريل لهذه السنة بدأنا في استراتيجية جديدة لإعادة طرح هذا الموضوع وهذا القانون، وبدأنا نعتمد على طرح وجهة النظر الأمريكية البحتة. كنا في الماضي نحاول أن نقدم وجهة النظر الليبية، المصالح الليبية، المصالح الأمريكية المشتركة، ولكن لوجود عدة عوامل بدأنا نعرض هذه الأفكار من ناحية من وجهة نظر أمريكية التي تعتمد على الأمن القومي. قلنا أن التراخي في مواجهة النفوذ الروسي سيؤثر مباشرة على الأمن القومي الأمريكي والأوروبي والإنجليزي. قلنا كذلك أن موضوع الانتخابات، وموضوع الانتخابات مهم جدا للشخصيات السياسية في واشنطن التي تريد أن ترى نجاح في ليبيا، تريد أن تنهي حقبة الصراع هذه وتعلق كل الآمال على الانتخابات. أصبحت الانتخابات الليبية في واشنطن أمر مهم يتطلعون إليه وينتظرونه بفارغ الصبر. فقلنا لهم الانتخابات هذه في خطر، لأن هناك مجرم حرب دكتاتور يتحالف مع أعداء أمريكا يريد أن يؤثر على هذه الانتخابات. قلنا لهم أن الروس عندهم خبرة طويلة في تزوير الانتخابات والتأثير عليها، ولهذا إن لم تتحركوا بطريقة سريعة وجديدة فأنتم تصبحون مقصرون في حماية الأمن الأمريكي وأمن مواطنيكم الذين يصوتون لكم. هذا حقيقة عندما عرضنا الفكرة بالطريقة هذه كانت هناك استجابة أفضل من المشرعين، وبعض منهم صراحة وافقنا في هذا الطرح وبدأنا نرى. وبالتالي هل تتوقعون أيضا أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي أستاذ عماد الدين المنتصر هذا القانون ويصادق عليه، وفي غضون كم يعني من الزمن؟ الآن هم أمام موعد 24 ديسمبر، هذا الموعد يخيم على واشنطن كما هو يخيم على طرابلس وعلى ليبيا، فهذا الموعد سيجعلهم يتخذون قرارات أسرع مما كنا نرى في الماضي. وما هذه الملحقات لميزانية الدفاع إلا بهدف الإسراع في اتخاذ القوانين، لأن مشروع قانون ميزانية الدفاع سيمر بسرعة، هذا موضوع استراتيجي أمريكي لن يؤخروه. فأعتقد التصويت على القانون سيتم بسرعة أكبر مما كنا نرى في الماضي، واحتمال التأثير على هذا القانون والتغيير فيه، لأن بإمكانهم إدخال تغييرات، وهذا سيضطر للعودة إلى مجلس النواب، أن يردوا القانون إلى مجلس النواب، ففرصة التعديل أصبحت قليلة جدا حتى مع وجود الضغط
الإماراتي العربي السعودي في واشنطن. سيد صلاح البكوش، يعني هل تعتقد بأن هذا القانون سيلقى نفس القبول الذي حظي به في مجلس النواب الأمريكي سيلقاه كذلك في مجلس الشيوخ وبسرعة كما قال السيد عماد الدين المنتصر، يعني قبل موعد الاستحقاق الانتخابي القادم في ليبيا 24 ديسمبر؟ ولا يعني تاريخيا مجلس الشيوخ أكثر بطئا من مجلس النواب في اعتماد هذه المشاريع، ولكن أعتقد أن ما يبشر بالخير هو أن في مجلس النواب تحصل مشروع القانون على أصوات كثيرة من كل من الديمقراطيين والجمهوريين، وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن في الكونغرس الأمريكي بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ ينظرون إلى هذا المشروع كمشروع مسيس حزبي لحزب الديمقراطيين أو لحزب الجمهوريين، ينظرون له بنظرة كما اقترح عماد الدين، ينظرون له من نظرة المصلحة الأمريكية والسياسات الأمنية الأمريكية، وخاصة بتواجد الفاغنر في ليبيا. فعلى هذا الأساس أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جدا وطيبة لمرور هذا المشروع عبر مجلس الشيوخ وبدون تعقيدات كبيرة. طيب إذا ما مر هذا القانون في مجلس الشيوخ كذلك، يعني ما هي الآثار التي تترتب على ذلك في المشهد السياسي الليبي؟ يعني إذا مر القانون على سبيل المثال في أحد بنود القانون يطلب من الرئيس خلال 60 يوما أعتقد أن يعلم الكونغرس الأمريكي لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بقائمة، يعطيهم قائمة بأسماء أشخاص في ما يسمى بالجيش الوطني الليبي جيش حفتر الذين يتسببون في جلب المرتزقة وفي أعمال تطالها العقوبات الأمريكية. فهناك تأثيرات كثيرة يمكن أن يحدثها القانون، ولكن في الوقت الراهن أعتقد أن التأثير هو معنوي أكثر منه أي شيء آخر، لأن القانون كما اتفقنا لم يعتمد تماما، ولكن أعتقد أنه يؤشر على سياسات أمريكية أكثر صلابة في مواجهة حفتر ومواجهة المرتزقة الذين جلبهم إلى ليبيا. وعلى هذا الأساس سوف ينظر الجميع إلى حفتر بنظرة أخرى. الآن ليس كما كان يقال ويشاع في السابق بأن حفتر تحصل على تأييد أمريكي وتأييد ترامب وما إلى ذلك، هذه أعتقد أنها صفعة على الوجه. لكن كيف تتوقع أن يكون موقف الأطراف الأخرى مثلا روسيا من هذا القانون، الإمارات المتحدة من هذا القانون، وهو ربما يطالها ويمسها يعني بطريقة أو بأخرى؟ شوف، هذه تاريخيا هو صراع حول إدارة السياسة الخارجية. الدستور الأمريكي لا يعطي مجلس النواب ومجلس الشيوخ أي فرصة لإدارة السياسة الخارجية سوى عبر الميزانية وغل يد السلطة التنفيذية في تحركاتها الخارجية. السلطة السياسة الخارجية هي تحت السلطة التنفيذية يعني 99% إذا صح التعبير. ولذلك يعني أنا لا أتوقع أن يكون الرئيس يعني غير قادر على الحركة في ليبيا. أعتقد أن لها تأثير كبير على الوضع العام في ليبيا، وأعتقد أن سيكون لها تأثير على الطريقة التي يتعاطى بها المصريين والإماراتيين والفرنسيين مع القضية الليبية. الآن الكونغرس الأمريكي أو على الأقل جزء منه أعلن عن نواياه وعن نظرته إلى القضية الليبية، والجميع يعرف بأن هناك فرصة جيدة جدا أن يقوم مجلس الشيوخ بنفس الخطوة وأن يوقع الرئيس بسرعة على هذا القانون ليصبح نافذ.
نعم. عقيد عادل عبد الكافي، في الأثناء التي كان فيها هذا القانون مطروحا للنقاش اليومين الماضيين في مجلس النواب الأمريكي ويجري التصويت عليه، كان قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم يجري جولة في المنطقة في ليبيا وتونس والجزائر، بينها زار طرابلس وعقد اجتماعا مع لجنة 5+5 في طرابلس. هل يعني تستشف من ذلك يعني تغيرا في المواقف الأمريكية باتجاه ما؟ نعم بالتأكيد هنالك تغير حقيقة، خاصة في ظل استدعاء مجموعة 5 التابعين لمعسكر الرجمة، والذي يعني خرج على أثرها أحد عناصر اللجان الثورية المدعو فرج الصوصاع، والذي حقيقة كان له دور في قمع ثورة 17 فبراير ومن ثمها يعني نقول حاول أن يختبئ من عمليات الإجرام التي قام بها، واستعان به الآن خليفة حفتر لنقول إدارة عملية الكرامة أو وكر الكرامة من الرجمة. عموما هذا مؤشر أنهم مؤثرون على الساحة الليبية عندما يتم استدعاء هذه المجموعة والحضور إلى طرابلس، ورغم عدم احترامهم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية. واستغرب حقيقة موقف 5 التابعين لطرابلس أن يتم الجلوس مع عناصر لا تحترم حتى حكومتها وقياداتها التي هي مفترض بها تمثلهم، وهنا أقصد مجموعة 5 التابعين لطرابلس. عموما له أهمية تغيير الدور الأمريكي في الملف الليبي، ولكن أيضا دعنا نعرج على نقطة مهمة جدا. على مجموعة 5 الممثلين لقوات بركان الغضب والتي صدت عدوان خليفة حفتر ومرتزقته، أن يكون لهم يعني موقف جاد وموقف قوي وموقف حاسم أزاء ملف المرتزقة. يجب أن يكون هنالك تهديد واضح. يعني عندما نجد أن مجموعة وكر الرجمة تقدم ورقة ومطالب لأفريكم بشأن إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الليبية مع الدولة التركية، ونجد مجموعة 5 التابعين لطرابلس لا يذكرون المرتزقة الروس والمرتزقة الجنجويد والمرتزقة التشاديين، ولا يتم يعني اتخاذ موقف حاد، وجب التهديد منهم المباشر أن الوضع العسكري سيتحول إلى خط مشتعل إن لم يتم دعم لإخراج الروس من الأراضي الليبية، لأن أصبحت هنالك يعني نقول مصلحة مشتركة للجميع، لليبيا من طرف والولايات المتحدة وحلفائها من طرف آخر، فيجب أن نستفيد من هذا الزخم الدولي ومن هذا الموقف الأمريكي من خلال الواجهة العسكرية التي هي مفترض بها متمثلة في مجموعة 5+5 التابعين لطرابلس، كذلك من حكومة الوحدة الوطنية ومن المجلس الرئاسي. نعم أعلم أنه بالنسبة للأجسام السياسية هي أتت من أجل العملية الانتخابية وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأس هذه المؤسسات هي المؤسسة العسكرية، هنالك إشكاليات يجب وملفات عالقة بشأن المؤسسة العسكرية والمقابر الجماعية، يجب أن يتم يعني العمل على هذه الملفات، لأن أنت تؤسس لخطوة قادمة، تؤسس لاستقرار قادم. نعم. ولكن أن يتم لكن ما هي الرسائل التي حملها قائد الأفريكوم يعني عند زيارته إلى طرابلس واجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في طرابلس وبحضور السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وهو المبعوث الشخصي لرئيس الولايات المتحدة؟ بمنتهى الوضوح أن عملية دعم تواجد المرتزقة على الأراضي الليبية، المرتزقة الروس تحديدا، لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويهدد مصالحها، أو بالأصح يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. هذه هي الرسالة الواضحة التي وصلت لمعسكر الرجمة، والتي على أثرها تغير حتى كما ذكر ضيوفك وذكرنا منذ قليل الدور الأمريكي أو نقول التعامل مع الملف الليبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرسالة واضحة بشأن المرتزقة الروس، ولذلك حتى نجد أن من ضمن مشروع القانون أن يعني يقول لك
ان تمسك المنظمه عفوا ان تحالف شركه فاغنر الروسيه مع خليفه حفتر ووجود امر قبض على رئيس سيكون له ايضا تبعات قانونيه، اي بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه سبق ان ادرجت من يراس شركه فاغنر على قائمه العقوبات او الخزانه الامريكيه، فتصور ان هذا الامر سيتم تصعيده في ملاحقه ايضا باقي العناصر وحتى ربما اعتراض حتى طائراتهم. هذه المراحل التي يعني نتطلع عليها ويجب العمل عليها من قبل مجموعة 5+5 أن يتم حتى يعني ملاحقة هذه الطائرات التي تحمل العناصر من سوريا إلى الأراضي الليبية أو العكس. فلذلك الملف الآن أتصور الولايات المتحدة الأمريكية تدفع به بقوة. هل الأطراف المحلية لدينا والتي لا نستطيع أن نشكك كما ذكرنا سالفا يعني بضعف إرادتهم، لأن هنالك إرادة ليبية أشرنا إليها هي التي حققت الانتصار وتصدت للمرتزقة الروس والجنجويد ولميليشيات الكرامة في هجومها على عاصمة طرابلس. هذه الإرادة يجب أن تتوفر لها واجهة عسكرية وسياسية، ولكن الإرادة الأخرى التي تحاول وتسعى وتعمل على أن تتحرك داخل الأراضي الليبية، تقوم بالزيارة إلى سرت، تجتمع في سرت وفي ظل احتلالها من المرتزقة الروس، هذه حقيقة يعني خطوة سيئة جدا، واجهة سيئة جدا، هنا يعني تعطي إشارة للداخل والخارج أن نحن نستطيع أن نعمل وأن نتحرك وأن نقيم الانتخابات في ظل احتلال الأراضي الليبية من المرتزقة الروس. نعم سيد عماد الدين المنتصر، يعني أشرت في حديثك إلى أن هذا القانون يتضمن عدة محاور، ربما من أهمها محور ملاحقة منتهكي القانون الدولي والقانون الأمريكي من شخصيات أو حتى من شركات ودول. كيف يعني تتمثل هذه الملاحقة؟ هل هو فقط في مجرد فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية، تجميد أصول أموال ومنع من السفر؟ وهل مثل هذه العقوبات ناجعة في الحقيقة؟ هي ناجعة بدون شك، لأن أمريكا لا زالت هي مركز التبادل التجاري والتحويلات المالية، فأي شركة تحاول أن تقوم بعمل دولي خارج حدود مكان مقرها لن تستطيع أن تقوم بشيء إذا كانت ممنوعة من استلام أو البدء بإجراءات تحويلات مالية على سبيل المثال. هو أمر إجرائي ولكنه له أبعاد كبيرة. هذا بالإضافة للبعد الآخر وهو القدرة الأمريكية على التأثير على قرارات دول وأفراد بمجرد أن أمريكا تبدي عدم رضاها على شخص أو أن تضعه على لائحة عقوبات محلية، لأن الكل يخشى من هذه التبعات، أنه إذا تعامل مع شركة أو مع شخص موجود على قائمة عقوبات فهذا يعرضه هو كذلك لاحتمال أن يضاف إلى قائمة العقوبات، لأنه تقديم مساعدة أو مشاركة أو دعم لشخص أو لشركة موجودة على قائمة العقوبات قد يفسر كانتهاك للقانون ويجعل هذا الشخص وهذه الشركة كذلك على لائحة العقوبات، وهذا سينهي أي وجود لها تماما خارج حدودها الضيقة. فالتبعات كبيرة، لأن الثقل السياسي والاقتصادي، حتى وإن تناسينا الثقل العسكري، الثقل السياسي والاقتصادي لأمريكا لا يزال هو الثقل الأكبر، ولا يستطيع أحد خاصة في الشرق الأوسط أن يتعدى هذه الحدود ويخاطر بأن يكون هو كذلك على قائمة العقوبات. فحتى لأن البعض يقول أن بعض هذه العقوبات مثلا ليست لها قيمة كبيرة، مثلا المنع من زيارة أمريكا، مجرد أن يكون شخص ما ممنوع من زيارة أمريكا سيحرج دول أخرى أن تعطي التأشيرة لمثل هذا الشخص. نعم. التبعات واضح. كبيرة ومهمة ويجب أن نستفيد منها. طيب سيد صلاح البكوش، في هذه الأثناء هناك اجتماع في المغرب بين مجلسي النواب، لجنتين من مجلسي النواب والدولة بحضور السفير الأمريكي ريتشارد نورلن، ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط
من خلال تصريحاتها ومن خلال يعني مواقفها باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها. هل تعتقد بأن هذه الضغوط الأمريكية في المغرب اليوم سوف تنجح في الضغط على الأطراف المجتمعة للوصول لاتفاق حول قوانين الانتخابات؟ ولا ما أسمعه في هذه الأيام هو أن خالد المشري يتحجج بذلك، ربما ليخرج علينا من جديد ويقول أنه عقد صفقة مع عقيلة صالح. ولكن بالطبع سيد ريتشارد نورلاند يحاول الضغط من أجل الانتخابات التي تحولت إلى غاية في حد ذاتها، مع أننا دائما كنا نحذر من انتخابات رئاسية وندفع بانتخابات برلمانية قبل خارطة الطريق وعند البدء في إنشاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكنا دائما ندفع بالانتخابات البرلمانية ونقول بأن الانتخابات الرئاسية يجب أن لا تحدث إلا بعد صياغة الدستور، ولأن انتخابات رئاسية تعني أنك تبنيت نظام رئاسي، وليس هناك أحد يستطيع أن يقول أن بيده تبني نظام رئاسي. هذا أحد الأسئلة الدستورية المهمة، ونعتقد بأن مجلس الدولة وخالد المشري الذي أصبح استلب إرادة مجلس الدولة، أو أن مجلس الدولة لم تعد لديه إرادة، وقال لنا في البداية أنه لا انتخابات إلا بعد الدستور، هذا كان موقف مجلس الدولة، ثم تغير مجلس الدولة. الآن أعتقد أن المشري مستعد لعقد صفقة مع عقيلة لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية وليذهب الدستور إلى الجحيم. نحن نطالب بانتخابات نيابية حتى يمكن التخلص من مجلسي النواب والدولة، ومن ثم التعامل مع القضية الدستورية. وإذا كان الدستور الجديد ينص على دولة بنظام رئاسي فبها، ولكن أعتقد أن الجميع يجب أن يعرف أن إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة كما نصت عليه خارطة الطريق ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن لا يمكن أن تحدث في ظل هذه الأوضاع. انتخابات رئاسية، كيف يمكن لانتخابات رئاسية أن تحدث وأحد المرشحين منع رئيس الحكومة المسؤول عن تأمين هذه الانتخابات من الهبوط في ثاني أكبر مدينة في ليبيا؟ ففي تصور أن ما يجري في المغرب يستطيع خالد المشري أن يقف موقف جدي على الأقل لأول مرة، ويستطيع مجلس الدولة وأعضاه أن ينهوا خدمتهم بشيء إيجابي وشيء وطني بدل هذا التراخي وهذا الانبطاح الكامل. لكن لطالب سيد صلاح يعني لم يتفق مجلسي الدولة يعني والنواب على شيء، ربما في رغم كل المفاوضات والحوارات التي خاضوها في بوزنيغا وفي الغردقة وفي غيرها من المحطات، هل تعتقد اليوم أنهم سيصلون فعلا إلى صفقة مع وجود الضغط الأمريكي والحضور الأمريكي في المغرب؟ لأن في شيء تغير. كيف؟ في شيء تغير. في الماضي لم يصلوا إلى صفقة لأن خالد المشري استمر في التنازل وسياسة الاسترضاء التي استخدمها تشامبرلين مع هتلر، إلى أن قضى هتلر، استقال تشامبرلين ودخل هتلر احتل أوروبا بسبب سياسة الاسترضاء. استخدم المشري سياسة الاسترضاء، ذهب إلى باريس وقبل بحفتر كند له على طاولة المفاوضات، وذهب إلى باليرمو وشرح ذلك بالطبع لمجلس الدولة، واقتنعوا جماعة مجلس الدولة، لا أدري كيف اقتنعوا، وذهب إلى باليرمو وذهب إلى بوزنيقة ووافق عقيلة على اقتسام المناصب السيادية بطريقة جهوية متخلفة، وشعر عقيلة صالح بأن المشري في موقف ضعيف وأنه يصبو إلى اتفاق، أي اتفاق، غير عطيني شوية
تفتوفة. أما الآن فعقيلة صالح بعد هذه القفزة في الهواء بتاع سحب الثقة من الحكومة واللي طلعت برودة ما فوشيكة ما فاضية، أصبح الآن حتى هو بحاجة إلى صفقة، فربما الاثنين الآن يبحثون عن صفقة وسيوصلان إلى صفقة على حساب الوطن ولا حساب الاستقرار في ليبيا. نعم عقيد عادل عبد الكافي، القانون استقرار ليبيا يعني تحدث عن المرتزقة وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا. الحقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية يصر على من خلال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قالت بأنها الولايات المتحدة تؤكد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وعلى رأسه إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. باعتقادك يعني كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط فعلا باتجاه إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؟ سيكون نقول عبر حليفها الذي أعطته الضوء الأخضر تركيا عندما أبرمت مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي، كانت بمباركة أمريكية واضحة. فأتصور من خلال حليفها الذي يجري مفاوضات ما بين يعني مع الطرف الروسي، أتصور سيتم التفاهم بهذا الشأن في كيفية أو التصور الذي سيوضع لخروج المرتزقة من الأراضي الليبية. ولكن أنا لدي الحلقة الأضعف وهي التي أستطيع أنا كطرف محلي أن أعمل عليها وبسرعة وبقوة، هم المرتزقة الأفارقة تشاديين والسودانيين. هذه الحلقة الأضعف التي إن استطعت أن أفككها وأتخلص منها وأزيحها من أراضي ليبيا، وهي تحتاج فقط إلى إرادة من نقول سياسية من المجلس الرئاسي ومن حكومة الوحدة الوطنية ومن رئاسة الأركان ومن وزارة الدفاع بأن تعمل على هذا الملف، ومدعومة بأفريقيا التي دعمتهم سابقا ضد تنظيم الدولة والعناصر الإرهابية. تستطيع نقول ضرب الحلقة الأضعف، هنالك أنت تستطيع ستصل إلى مرحلة إضعاف الحلقة الأقوى وهي أو الأكبر هم المرتزقة الروس، لأن المرتزقة الروس أساس اعتمادهم ليس فقط على عناصرهم ولكن أيضا اعتمادهم على العناصر الأفريقية في تحقيق مصالحهم واستراتيجياتهم في الدول الأفريقية. روسيا كما ذكرت منذ قليل لها تواجد في السودان، لها تواجد في مالي، لها تواجد جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا نستبعد أن يكون لها تواجد حتى في تشاد، ولكن دعمها الأطراف التشادية متواجدة على الأراضي الليبية عندما تقطع هذا الحبل السري بينها وبين هذه المجموعة أنت سيضعف القوة الرئيسية أن تقوم في المراحل الكبرى الأولى كطرف المتمثلة في القوات الروسية من شركة الفاغنر. أشكرك جزيل الشكر عقيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف. أريد أن أختم فقط مع بدقيقة أو أقل يعني مع السيد عماد الدين المنتصر. السيد عماد، رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية رحب بقانون استقرار ليبيا والموافقة عليه في المجلس النواب الأمريكي، لكن هذه الجهود كما ذكرت في البداية جهود خاصة هي التي يعني دفعت بهذا الاتجاه اتجاه إقرار هذا القانون. كيف تقيم دور السلطات الليبية باتجاه دعم مشروع هذا القانون؟ المجهودات الرسمية الليبية حتى هذه اللحظة منعدمة، هذا هو الواقع ولا نستطيع أن نقول شيء غير ذلك. ليست هناك مجهودات رسمية سواء من قبل هذه الحكومة أو من تلك التي قبلها، ولهذا يجب الآن اغتنام هذه الفرصة. نطالب الحكومة بأن تراسل الجهات المختصة في واشنطن وتبدي دعمها لهذا المشروع وأن تطالب بالإسراع في إقراره. أطالب كذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء أن يقوموا بدورهم كذلك. نحن سنضع العناوين التي من الممكن أن يراسلوها في واشنطن، ولهم أن يعربوا عن اهتمامهم بهذا المشروع وأهميته بالنسبة لليبيا وكيف أنهم يطالبون المشرعين بالإسراع في إقراره. هناك دور رسمي ليبي مطلوب ودور شعبي كذلك، وكل هذه المجهودات ستدفع من أجل إقرار هذه القوانين وتحقيق
أهدافها. شكرا جزيلا لك سيد عماد الدين المنتصر، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من بوسطن. ونشكر كذلك السيد صلاح البكوش المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.